ونبدأ أولى فقراتنا بفقرة الأخبار اللي حدثت بالأمس. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ جولة خارجية لسلطنة عمان ودولة البحرين، ده للتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. والمحطة الأولى لسيادة الرئيس كانت في سلطنة عمان والتقاء سيادته مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان. تم خلال هذه الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة، وأكد فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان. وكمان ثمن سيادة الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك توطيدا للعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية. ولدى وصول سيادته مسقط، كان في استقبال سيادته صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وكبار رجال الدولة بسلطنة عمان، وكذا أعضاء السفارة المصرية هناك. وتأتي الزيارة لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدولتين في جميع المجالات. حيث عقدت جلسة مباحثات تناولت توثيق هذه العلاقات بين البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب وأوسع، وكذا سبل دعم العلاقات المصرية العمانية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ودعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن خالص تعزيه وصادق مواساته للفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ولحكومة السودان وشعبها الشقيق في وفاة شهداء الواجب من جنود السودانيين، داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم. كما أعرب السيد الرئيس عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة. امبارح كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن احر تعزيه للملك عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الاردني الشقيق، وده في ضحايا حادث انفجار صهريج للغاز في ميناء العقبه، داعيا المولى عز وجل ان يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء. قيادة قوات الصاعقة والمظلات استقبلت وفد برلماني من لجنة الدفاع والأمن القومي وبعض رؤساء اللجان بمجلس النواب، وتم استعراض عدد من الأنشطة أظهرت ما يتمتع به رجال الصاعقة والمظلات من كفاءة بدنية وقتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.
تابع الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين إعصار 64، واللي بتنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني، وهيستمر لعدة أيام، وده في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. الكلية الحربية حصلت على شهادات الأيزو في مجالات نظم إدارة الجودة وجودة سلامة الغذاء وجودة البيئة، وتم تنظيم احتفالية بالمناسبة دي، وبدأت الاحتفالية بتنفيذ طابور العرض العسكري، واللي شاركت فيه مجموعة من الطلبة للكلية الحربية، أظهرت مدى الدقة والكفاءة والانضباط اللي بيمتلكوا طلبة الكلية. تم بعد كده عزف الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري راسخ. في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة بالطبع اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عمله دكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء مع عدد من رؤساء ومسؤولي البنوك والشركات الوطنية اللي هتشارك في مؤتمر تغير المناخ COP27، وكمان ترأس الدكتور مدبولي الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي ومتابعة منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من رؤساء ومسؤولي البنوك والشركات الوطنية للمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقال مدبولي إن المؤتمر هيناقش على نطاق واسع سبل تنفيذ المشروعات والتعهدات اللي طرحت خلال قمة جلاسكو، وهيكون فرصة علشان العالم كله يشوف حجم المشروعات الناجحة اللي حققتها الدولة المصرية لمعالجة تغير المناخ. امبارح كمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، وأشار إلى إنه الدولة مهتمة بشكل كبير في المرحلة دي لتمكين القطاع الخاص، سواء على صعيد مساهمته في استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، وده في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي تم طرحها لحوار الخبراء. وقال كمان إنه تعزيز الحياد التنافسي بيعد أحد أهم أدوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مع عدد من ممثلي البنوك الكبرى وشركات السيارات في مصر، وأكد رئيس الوزراء إن الدولة مهتمة بتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر، علشان كده تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، ودي بتتضمن حوافز متنوعة علشان تحويل مصر لمركز لصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم. كمان امبارح رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع لاستكمال متابعة خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية. وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات المعنية علشان يتم سداد المستحقات الخاصة بالبترول وحسم الملف ده خلال أسبوعين. برضه امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع تابع فيه موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، وأكد إن الاجتماع ده هدفه العمل على توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير، وكمان ضبط منظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت حول حذف بعض مستحقي الدعم التمويني أو وجود عجز في السلع التموينية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد إن الشائعات دي غير صحيحة، وإنه في احتياط استراتيجي آمن ومستدام من السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 شهور علشان ضمان انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية، سواء في المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتي. أما بالنسبة لجولة المحافظات، امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت في المحافظات، منها رفع قدرات المحولات الكهربائية للقرى في مبادرة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ بتكلفة بتوصل ل 780,000 جنيه، وكمان إنشاء مركز خدمة للطلاب من ذوي الهمم بجامعة الوادي الجديد، وصرف مكافأة تحفيزية لعمال النظافة بمدينة قوس في إنا، وأخبار تانية كتير من مطروح والمنوفية والغربية، خلونا نشوفها في التقرير اللي جاي. The
محافظات مصر كان فيها أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها رفع قدرات المحولات الكهربائية للقرى في مبادرة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ بتكلفة 780,000 جنيه. وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إنه في توجيهات رئاسية لتحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة وتوفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة لتطوير القرى المستهدفة. امبارح وقع الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بروتوكول تعاون لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية بالجامعة، وقال إنه جامعة الوادي الجديد ضمن 15 جامعة حكومية تم اختيارها لإنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات. في الغربية قال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي إن مستشفيات الفرع نجحت في إجراء 8550 عملية جراحية بمختلف التخصصات الجراحية خلال النصف الأول من 2022. كمان امبارح استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وده في إطار ترشين وفد تنسيقية شباب الأحزاب لمبادرة إحياء قصور الثقافة بالمحافظات وتفعيل دورها في نشر الوعي القومي والثقافي بالمجتمع. في مطروح أكد المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إنه تم إنهاء أعمال مد شبكة الصرف الصحي بمنطقة علم الروم في أقل من أسبوع، وده في إطار توفير الخدمات للمواطنين وتسهيل حركة السير بالطريق. امبارح برضو قرر اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا صرف مكافأة تحفيزية لعمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوس تقديراً لجهدهم وتشجيعاً لاستمرار العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى النظافة.